علي القربوسي شاب تونسي مدون تونسي شاهد على تفاصيل الأحداث في ليبيا ومصر وسوريا. سوريا التي غادرها تاركا وراءه عددا من الشباب التونسي الذين انخرطوا طائعين أو مدفوعين في القتال هناك. علي القربوسي تبينت له على الجبهة حقائق عديدة يكشفها اليوم. علي القربوسي 29 سنة من قفصة، درس بالمعهد العالي للفنون والحرف، هوايته الموسيقى وهو عازف ماهر على الجيتار. عاد هذا علي القربوسي قضى أكثر من شهر يحارب مع الجيش الحر السوري. هو قرر أن يعود بعد أن بانت له حقائق عديدة. باش تشوف كمية الدناءة والقذارة، يلزم عند البيئة هذيك، يلزم الفلوس هذيك تمشي للشخص بعينه، يمشي لتركيا، من تركيا يكلموه بالتليفون يقولوا تهبط لانطاكيا تقابل ابو احمد. وانا نعرف الشباب اللي كانوا في سوريا واللي موجودين تو يعرفوا شكون ابو احمد. ابو احمد يسلمهم في الحدود الانطاكيه على البر للشيخ ابو هادي. ابو هادي عنده هونداي سيرا او شنو تكلف حوالي 25000 دولار يا ابو قلب، وانا منيتي نشري عجل. يدخله ابو هادي الاول نقطه لما يسمى بجيش السوري الحر، وينطلق في الجهاد، ويرجع أبو هادي يبات في حربية مدينة الأحلام في تركيا. سألناه عن مصير هؤلاء الشباب بعد أن دخلوا التراب السوري. أنا التوانسة اللي موجودين أنا نتمنى أنه أي واحد فيهم يسأل على عملية حمص، كيف تم قتل أكثر من 124 ليبي والتونسي وحرقهم في عملية حمص للاتهام الجيش العربي السوري بأنه قام المقتل. واثنين، لا يمكن لأي جريح عربي يقاتل في سوريا أن يداوى. من يجرح يموت، وأتحداهم أنهم يجيبون واحد عربي جريح عربي فقط يداوى في أحد المستشفيات الميدانية. احنا غادي حمل مدافع نتاع العرك، احنا غادي الزيت اللي قاعدين يجريسوا به في الدم السوري اللي قاعد يسيل. وقت اللي يجي شيوخ تدعو إلى الجهاد في منابر وأئمة، كيف يمكن أنك تدعو إلى الجهاد في مكان لا تعلمه؟ من يذهب للجهاد؟ يذهب المفقرون والمعدومون والليس لديهم مستقبل والفاقدين الأمل في الحياة. هل شفت نهار واحد معناها عنده إكس فايف ماشي جاهد؟ أولاد المفقرين، أولاد الشعب، أولاد الحياة الشعبية يبعثوا فيهم لسوريا لأنهم قاعدين يخوضوا في حرب بالوكالة في سوريا. اليوم غدوة أنا شاب تونسي، أنا واحد من الناس مش عارف، يمكن لأني الحمد لله نبديت نحقق في أملي، رجعت نعيش حياتي الطبيعية. لكن هما زاد لو أنه كل واحد فيهم تفحت له باب للإنتاج للعمل باش يبدع باش يجاهد، لكن باش يجاهد في مكانه باش يحاول أنه يصنع وطن يرقب وطن. هناك على الجبهة في سوريا ما زال التونسيون آخرون في قلب المعارك، وربما هناك من يستعد للالتحاق بهم من شبابنا.